بيان نقابة معلمي بلدية طبرق والبلديات المجاورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الوقت الذي تتوجه فيه نقابة معلمي بلدية طبرق والبلديات المجاورة مساعد بئر الأشهب، بالتحية والتقدير إلى المعلمات والمعلمين المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية البطولية، مؤكدين على اعتصامهم الذي أعلنوه بتاريخ 26/8/2019 بمقر نقابة معلمي طبرق، والذي تم تنفيذه بصورة حضرية سلمية خلال اليومين الماضيين. وإن وقوفهم اليوم بهذا الميدان يأتي تأكيدا على استمرار فاعليات الاعتصام حتى تنفيذ المطالب المشروعة. إن نقابة معلمي طبرق والبلديات المجاورة ممثلة لكل معلم ومعلمة وموظف وعامل بقطاع التربية والتعليم في حدودها الإدارية، ولما كان لها من دور طليعي وريادي في صدور القانون رقم 4 لسنة 2018 عبر مطالبة مجلس النواب الليبي بشكل سلمي وحضري بالمظاهرات والاعتصامات، والتي استمرت لشهور طويلة أمام مقر المجلس في طبرق وفي الساحات والميادين. ونحن في هذا الموقف وبعد متابعة أحداث الأيام الأخيرة وتطورات قضيتنا العالية في المطالبة بحقوقنا المشروعة وحقنا في العدالة الاجتماعية والمساواة، لا يسعنا إلا التأكيد على ما يلي. 1، نتوجه بالتحية والتقدير لكل معلمي ليبيا على استجابتهم للاعتصام وتنفيذه بصورة حضرية. 2، استنكار وشجب ما تعرض له المعلمين المعتصمين أمام ديوان وزارة التربية والتعليم البيضاء يوم أمس 13/10/2019، حيث لم يختصر الأمر عند تكبر وتعالي السيد الوزير عن مقابلة المعتصمين، بل وصل لإطلاق الرصاص الحي من قبل حراس الوزارة، والتي من المفترض إنها مؤسسة جعلت لخدمة التعليم ورعاية مصالح المعلمين. 3، نؤكد على استمرار الاعتصام مع إمكانية تحوله لإضراب شامل عن العمل وقفل كل المؤسسات التعليمية والمقارن الإدارية بالكامل حتى تحقيق مطالبنا وحقوقنا المادية والمعنوية المتمثلة في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة التشريعية. 4، ندعو ملاك ومدراء ومعلمي المدارس الخاصة إلى المشاركة في الاعتصام وقفل مدارسهم، فهم جزء من قطاع التربية والتعليم، بل أن الظلم الواقع على معلم المدارس الخاصة أكبر من الظلم الواقع على نظيره في المدارس العامة، فجدير بمعلميها الاعتصام والمطالبة بحقوقهم أيضا. 5، أو رقم 5، نتوجه بدعوة كل أبناء الشعب الليبي للالتحاق بنا والمطالبة بالعدالة الاجتماعية لكل أبناء الشعب الليبي وجسر الهوة أو الفارق الرهيب بين موظفي القطاعات والمؤسسات العامة، مما يهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية لا قدر الله تعالى. وفي الختام نتوجه بالشكر لكل من تفهم مطالبنا وساندنا تفهم مطالبنا وساندنا ووقف معنا من إعلام ونشطاء مجتمع مدني وأولياء أمور، ونعد الجميع بأن لا رجوع ولا تراجع عن مطالبنا وحقوقنا المشروعة حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقابة معلمي بلدية طبرق.